Calcium channels. Inside the body we have two types of calcium channels. أكو نوعين من الكالسيوم channel اللي هي أما تكون voltage gated أو ligand gated. نقصد بال voltage gated إنه هي channel اللي ممكن إنه تنفتح بتغير الفولتية. وligand gated هي channels اللي تحتاج إلى وجود transmitter أو ligand معين. هذا ligand يؤدي إلى فتح أو غلق channel. تنقسم الفولتج جيتد الى تايبس، مثلا عندنا ال L وال N وال P وال R وال T. هاي انواع الفولتج جيتد كالسيوم شانلز اللي هي القنوات الكالسيوم اللي تنفتح وتنغلق بتغيير الفولتية. النوع الثاني اسمها ليجند جيتد شانلز، وهذه تنغلق وتنفتح بوجود مواد وترانسميترز تؤدي الى فتح وغلق القناة. مثلا عندنا الـ IP3 receptor، الريو 19 receptor، الـ store open channel، الـ 2 pore channel، والكاتيون channel of sperm. هسه نجي على كل نوع من عندها ندخل بالتفاصيل. مثلا عندنا الـ IP3 receptor، وهذا موجودة بالـ smooth endoplasmic reticulum. مثل ما نعرف انه الكالسيوم ينخزن بكميات كبيرة بداخل السموث إندوبلازميك ريتيكيلم الخاصة بالمسل. والسموث إندوبلازميك ريتيكيلم هي عبارة عن هولو تيوبولار أورغانلز موجودة بداخل الخلية، عضيات موجودة بداخل الخلية تكون مسؤولة عن صناعة الدهون في بالنسبة للغدد إذا ما تواجدت بالغدد، وإذا ما تواجدت بالعضلات فوظيفتها هي خزن الكالسيوم. إذا الكالسيوم بالخلايا اللي تحتاج الكالسيوم بكميات كبيرة دائما ينخزن بالسموث إندوبلازميك ريتيكولم. من ضمن الخلايا اللي تحتاج الكالسيوم مثل الخلايا العضلية، كذلك الأعصاب، كذلك الخلايا المناعية، فتحتاج إلى أنه ينخزن الكالسيوم بها، ومكان خزن الكالسيوم هو السموث إندوبلازميك ريتيكولم. فلهذا خروج الكالسيوم يعتمد على وجود مجموعة من الكالسيوم شانلز، واللي هي قسم منها تكون فولتج جيتد وقسم منها تكون ليجند جيتد، وأغلبها تكون مركزة. قسم منها موجودة، عدد بسيط منها موجودة بالسيل ممبرين، أكو موجودة بأذر أورغانز، بس أغلبها تكون موجودة وين؟ بالسموث إندوبلازميك ريتيكولم. من ضمن الشانلز اللي موجودة بالسموث إندوبلازميك ريتيكولم، ليجند جيتد شانلز اللي موجودة بالسموث إندوبلازميك ريتيكولم، هي الـ IP3 ريسبتر والريونايدين ريسبتر. وكذلك السموث إندوبلازميك ريتيكولم مو بس هذه الشانلز تحتوي، كذلك تحتوي على فولتج جيتد شانلز ايضا موجوده بالسموث إندوبلازميك ريتيكولم مال ديفرنت تايبس اوف سيلز. بالنسبه للاي بي 3 ريسبتورز، ذي ريليز كالسيوم فروم ذا سموث إندوبلازميك ريتيكولم ان ريسبونس تو اي بي 3. هذه تتحفز، هي يسموها الاي بي 3 ريسبتور اللي هو الانوسيتول ترايفوسفيت. والإنوسيتول ترايفوسفيت هو عبارة عن signaling molecule released after the activation of cells by receptors. بعض الأحيان من يصير عندنا تحفيز الخلية عن طريق الريسبتورات بوجود ترانسميتر يجي يحفز الخلية، فهذا التحفيز حيؤدي إلى أن تعرف أنه الريسبتور هو عبارة عن ترانسديوسر موليكيول تحول الإشارة الخارجية إلى إشارة داخلية. فمرات الإشارة الداخلية بداخل الخلية تكون على شكل الـ IP3 اللي هو الإنوسيتول ترايفوسفيت. هذا الإنوسيتول ترايفوسفيت يأثر دي على الإنوسيتول ترايفوسفيت ريسبتر اللي موجودة بالسموث إندوبلازميك ريتيكولم اللي موجودة بالشبكة البلازمية الداخلية، فهذا يحفز خروج الكالسيوم من السموث إندوبلازميك ريتيكولم إلى السيتوبلازم. هذا الـ IP3 هو يكون هو breakdown product of the cell membrane phospholipid. هذا يتكون الـ IP3 نتيجة تكسر الفوسفوليبيد اللي موجودة بالـ cell membrane، ويطلع من عندنا الـ inositol triphosphate، وهذا يطلع فقط كإشارة داخلية لما تتحفز الريسبتورات اللي موجودة بالـ cell membrane. هذا الانوسيتول ترايفوسفيت يشتغل كاكتيفيتر المال للاي بي 3 ريسبتور كالسيوم شانل بالسيرفس مال سموث اندوبلازميك ريتيكولم.
فمن تتحفز الاي بي 3 ريسبتر كالسيوم شانل، هذا ايش حيؤدي؟ حيؤدي الى انه تنفتح القنوات مال الكالسيوم، والكالسيوم طبعا هو موجود بتراكيز عاليه بداخل السموث اندوبلازميك ريتيكولوم، وبالتالي يطلع من السموث اندوبلازميك ريتيكولوم الى السيتوبلازم. النوع الثاني من الريسبترات اسمه الريونايدين ريسبتر. هذا الريونايدين ريسبتر ايضا موجود اكثر شيء بالساكروبلازميك ريتيكولوم. هنا الريونايدين ريسبتر اكثر شيء تكون موجوده بالعضلات، لكن الاي بي 3 ريسبتر تكون موجوده بالسموث اندوبلازميك ريتيكولوم اللي موجوده بمختلف انواع الخلايا، لكن الريونايدين ريسبتر موجوده اكثر شيء بالساكروبلازميك ريتيكولوم. والساكروبلازميك ريتيكولوم هي نفسها السموث اندوبلازميك ريتيكولوم، لكن بالعضله نسميها بالساكروبلازميك ريتيكولوم. هذا الريونايدين ريسبتر هو عبارة عن كالسيوم انديوست كالسيوم ريليز، يعني معناته انه شي يسوي هذا يحفز خروج الكالسيوم السموث اندوبلازميك ريتيكولوم في حالة وجود يعني الكالسيوم اللي يطلع بالبداية نتيجة الاكشن بوتنشال من الساكروبلازميك ريتيكولوم عن طريق ال تايب شانل اول شيء، فبعدين من يطلع هذا الكالسيوم يحفز كمية أخرى من الكالسيوم أنه تطلع عن طريق الكالسيوم ريليز induced calcium release in ريونايدين ريسبتر. النوع الآخر أن بقية الأنواع تكون تواجدها قليل، مثلا التو بورت شانل هذه موجودة باللايسوسوم وتساعد أيضا على دخول الكالسيوم إلى اللايسوسوم. أن الكاتيون شانل أوف سبيرم هي نون سيلكتيف كالسيوم اكتيفيتد كاتيون شانل، اللي هي عبارة عن كالسيوم اكتيفيتد كاتيون شانل موجودة بالسبيرم، ويساعد أيضا على دخول الكالسيوم إلى كمية أكبر إلى السبيرم، وبالتالي هذا الكالسيوم هيحفز الفلاجيلر موفمنت، يحفز الحركة الصوتية للسبيرم، وبالتالي يساعد لنا على حركة السبيرم حركة النطاف في القناة التناسلية الأنثوية in the female reproductive tract. وعندنا الستور اوبريتد شانل الموجودة بالبلازما ممبرين اللي هي تنظم دخول الكالسيوم إلى الجزء الداخلي من الخلية. إذا الريسبترات الليجند جيتد شانل، بالنسبة لأنواع الليجند جيتد شانل اللي هي تكون مهمة، ليجند جيتد كالسيوم شانل اللي تكون مهمة اللي هي الاي بي 3 ريسبتر اللي موجودة بالسموث اندوبلازميك ريتيكولوم بالشبكة البلازمية الداخلية للخلايا اللي تخزن الكالسيوم، والريونايدين ريسبتر اللي موجود بالسموث اندوبلازميك ريتيكولوم اكثر شيء مال المسلز ويساعد على خروج الكالسيوم بكميات كبيره من الساكروبلازميك ريتيكولوم من السموث اندوبلازميك ريتيكولوم الى سيتوبلازم الخليه العضليه. وعندنا الستور اوف اوبن شانل او تو بورت شانل والكاتيون شانل اوف سبيرمز هذه تكون وجودها يكون اقل، فمثلا الستور اوبن شانل موجوده بال الستور اوبريتد شانل اللي موجوده بالسيل ممبرين، التو بورت شانل اللي موجوده باللايسوسوم، والكاتيون شانل اوف سبيرم اللي موجوده بالسبيرم تساعد على دخول الكالسيوم الى السبيرم، وبالتالي حتحفز الحركه الصوتيه او الفلاجيلر موفمنت. النوع الثاني هي الفولتج جيتد، واللي عندنا انواع مثلا ال والان والبي والار والتي. نشوف انه الفولتج جيتد اكو بها نوعين، قسم منها تكون هاي فولتج اكتيفيتد مثلا ال والان والبي، الار يكون هو انترميديت فولتج اكتيفيتد، لكن التي يكون لو فولتج اكتيفيتد. هذا معناته شنو؟ انه ال والان والبي تحتاج الى فولتية عالية للتحفيز، يعني نحتاج الى انه يصير تغير عالي بالفولتية حتى يتم تحفيز هذا النوع من الشانلز، لكن او نحتاج الى امبلس اعلى. لكن نشوف مثلا النوع الار ونوع تي، التي هو لو فولتج اكتيفيتد، يعني يحتاج الى مجرد فولتية بسيطة تؤدي الى انه تفتح هذه الشانل. فهذا التي تايب شانل اكثر شيء يكون موجود بالاورجانز اللي بيها اوتو فايرنج او اوتو ريثميسيتي، مثلا الساينو اتريال نود او البيس ميكر، هذا اللي موجود بالهارت. فالتي شانل تحتاج الى فولتية قليلة حتى يتحفز هو، وهذا يكون مسؤول عن الاوتو ريثميسيتي اوف هارت. هاي البقية مثلا ال موجودة
يعني مختلف خلايا الجسم، واكثر شيء تكون متركزه بالسموث اندوبلازميك ريتيكولوم، بالعضلات موجوده بالنيورونز، الان تايب همينة موجود بالبرين، موجود بالبريفرال نيرفوس سيستم، البي تايب مثلا يتركز بالبوركنجي سيستم اللي هو مال الهارت، وعندنا الار تايب هم موجود بالنيورونز، والتي تايب هو المشهور بالاوتو فايرنج او الاوتو ريثمسيتي، يعني انه التوليد الذاتي للتيار للكهربائيه، واكثر شيء يكون موجود بالساينو اتريال نوت.